ما هي مراحل الوعي حقه؟ زي طفل الآن بدأ يتعلم أشياء في الحياة. الطفل هذا عنده أب، الأب هذا وظيفته صياد يروح يصيد كل يوم. فالأب عنده بوت مثلا أو ياخته وإيش يسموه شيء كده، يروح البحر يصيد من خلاله، ومعه ولده كل يوم يروح. فالأب دوره في دي المرحلة إيش يعمل؟ يعلم ولده الصيد. حبيبي عشان تصيد أفضل وقت للصيد هذا الوقت، السمك الفلاني تلاقيه في الفصل الفلاني، الساعة الفلانية هتصيد فيها الحجم الفلاني، أفضل سنارة تستخدمها كذا، أفضل طريقة، يعني طول الوقت بديه إرشادات وبديه برامج وبديه برمجيات يمشي عليها. وهذه المرحلة احنا كلنا مرينا فيها، ما فيها أحد صح ولا أحد خطأ، كلنا عندنا دي المرحلة، المرحلة اللي كنا في البوت حق والدي ووالدتي وهم معطوني الطرق والبرامج والأنسب والصح والخطأ والخيارات من وجهة نظرهم. فأنا كطفل قاعدة أتلقن كل شيء، وهذه المرحلة الأولى اللي الوعي، اللي أنا لسه بشوف كل شيء في الكون ولكن من عيون الآخرين، من عيون أمي، من عيون عمتي، من عيون خالتي، من عيون جدي، من عيون صحباتي، من عيون الإعلام، كيف بيقولوا لي إيش المفروض واللازم والصح والخطأ، وكيف ممكن أطور هذه المرحلة في الوعي. فهذه المرحلة الأولى، مرحلة أنا ما في عندي يعني وجهة نظر، أنا قاعد أتبرمج وأتعلم، ومن ضمن البرمجيات رأيهم فيها، رأيي عن نفسي. يعني بابا بيقول إنه مثلاً فلان أشطر من فلان في الصيد، بابا بيقول أو ماما بتقول فلان أسكى من فلان، فبما إنه فلان الأسكى فمعناه الثاني الأغبى، هي هتيجي كده يعني. فالذكي فهم إنه هو الأسكى، والغبي فهم إنه هو الغبي، وكل واحد في الحياة حد يتصرف من الصفات والأحكام اللي صدرت عليه ومن المفروض والواجب والالتزامات اللي هو تعلمها. دي المرحلة الأولى، مرحلة هذا الطفل اللي في البوت بيتعلم الصيد مع بابته. دي المرحلة الأولى، مرحلة البرمجة. كبر هذا الشاب وأصبح شاب وقرر وأكتشف إنه هو من حقه يختار، من حقه يكون عنده بوت، ومن حقه هو يخوض التجربة، ومن حقه يشوف كيف الوقت الأنسب وإيش طريقة الصيد وإيش التوقيت المناسب وإيش الأكل اللي يأكله. فراح اشترى بوت لنفسه وقرر إنه هو يختار، فصار في مرحلة في الوعي أنا أختار. في دي المرحلة يظهر شيء اسمه الطموح، يظهر الإيغو، يظهر الصفات اللي أنا برمجت عليها، وغالباً يكون فيها اختلافات عن البرمجة الأولى، لأني اليوم أنا ما أبغى مشاعر كلام أمي وأبويا. وأنا أعتقد أنه معظم الناس اللي معايا في ده البث هم في هذا البوت، ما أعتقد أنه لسه معايا ناس في المرحلة الأولى من الوعي اللي في بوت الأهل. أعتقد أنه خلاص كلنا تمردنا وخرجنا على البوت حقنا، وكلنا اليوم نشوف من حقنا نختار. فالمال اليوم خيار، اني اتزوج، الشهرة، الشهادة، الوظيفة، كل دي احس ان انا من حقي اختار. ونبغى طول الوقت ندخل في صراع مع الزمن عشان انا لازم اختار، انا عندي حرية فانا لازم اختار، انا ابغى اختار. واللي ما راح ذا البوت هو بيحاول يبغى ينتقل لهذه المساحة، ومساحة ان هو يختار. وهذه المرحلة الثانية في الوعي اللي احس انه انا طموح، انا أبغى أنجز، أنا أبغى أنجح، أنا أبغى أكون مختلف، أنا ما أبغى أؤمن ولا فكرة تخص الأهل، أنا بغير كل برامجي. وأعتقد الأغلب في هذه المرحلة. في مرحلة متقدمة، لأنه في ناس تعلق في ذا البوت، تفضل طول حياتها في بوت الطموح، هي تسميه طموح أو تسميه نجاح أو تسميه أهداف أو تسميه إنجاز، إيش ما تحبوا تحطوا الاسم. كل الأسماء هذه تنتمي للبود الثاني أو للمرحلة الثانية في الوعي، وهي مرحلة إيغو. الإيغو اللي يحكمها، الإيغو اللي يقولك لازم تتجوزي، لازم تكوني غنية، لازم زوجك يكون حلو، لازم شعرك يكون لازم لازم لازم. بس اللازم دي المرة ما هي من أمي وأبويا، وإنما من الإيغو حقي. هناك في لازم وهنا في لازم. تروحي للمرحلة الثالثة، تروحي للمرحلة الثالثة، وهذه مو كل الناس توصل لها، لأنه لازم الناس تشوف أول شيء، يقرر هذا الشاب إنه يسيب البوت وينزل جوا البحر ويصيد من داخل البحر. وهذه مرحلة متقدمة، مرحلة إني أتبع السريان، أنا جوا البحر وشايف العمق وشايف المخاطر
وشايف يمكن القرش يعدي ويمكن حوت يعدي ويمكن لقاطة تعدي ويمكن ثعبان البحر. أنا في وسط البحر، بس في دي المرحلة أنا ما قاعدة أتصارع مع الحياة عشان أختار. أنا وصلت لمرحلة أكثر طمأنينة، أنا قاعد أتبع التزامن، قاعد أكون سهل، التيار فين بيوديني، الموجة فين هتاخدني، الأخطار اللي بشوفها بتعامل معها أنها موجودة بس هي ما عادت تخوفني، ماني خايف من فقر، ماني خايف من عدم زواج، ماني خايف من إني ما اشتغلت، ما عندي شعور عدم الأمام مرتبط بشيء. وهذه هعيد وأقول مرحلة متقدمة، مرحلة الناس اللي صاروا داخل، عشان كده أقول لك أتبع الفلو. كتير ناس هي ما تستوعب الفكرة، إيش يعني أتبع الفلو؟ يعني أسمحي للتيار يمشيكي، شوفي التحديات، شوفي المخاطر، بس انتي جزء من التجربة. أنا لازلت بأسبح ولازلت مدام بتنفس وعايشة، فأنا قادرة على أني أسبح داخل هذا الفلو وداخل هذا التيار. فلو حنقسم المراحل من وجهة نظري، في مرحلة مبرمجة عليها، وفي مرحلة كمان مبرمجة عليها ولكن من الإيجو، وفي مرحلة أكون فيها في حالة طمأنينة، في حالة سلام، ما عندي مشكلة مع شيء. الحريات والخيارات في دي المرحلة هي اتساع من الخيارات. لو ما كانت دي الوظيفة يصير هي بطريقة تانية، لو ما تزوجت يصير في منحنى آخر، في اتساع، في اتساع في اني انا اكون حرة، وفي اتساع في اني انا اختار وانا ماشية مع الفلو. اليوم حالتي المالية مو احسن شيء، اوكي هحاول اشتغل عليها لكني ماشية مع الفلو. عادة مشاعر الغضب، مشاعر الحزن، مشاعر الألم، مصدرها أو مصنعها هو الإيجو. كلما زاد الإيجو في حياتك، كلما زاد الإيجو في حياتك، كلما زادت دي المشاعر. هل معنى كده إنه الثاني اللي عايش في وسط سريان هو ما عنده مشاعر؟ لا، عنده مشاعر، لأنه فعلياً الإيجو ما مات، وفعلياً الإيجو هيفضل موجود معنا لين يموت، ولكن تعاملي معه مختلف. أنا صرت أشوف من مكان تاني، صرت عارف إنه أنا غضبت هنا عشان نؤيبه، أنا غرت هنا عشان نؤيبه، أنا استفزت غيرتي هنا عشان نؤيبه. فاهمة نفسي، فاهمة أنا كيف أتعامل معه.